الشاعر يحيى علاق صرح انه ندم على اهدائك اغنيتك الوحيده. هو مهداني مهداني اغنيه، هو احنا اشترينا من عنده كلام. وانا تفاجئت بهذا الموضوع طبعا، تحياتنا اليه، شاعر جدا مهم طبعاً. بس انا تفاجئت بالكلام، ليش؟ لانه هو كان موجود بتصوير الاغنيه. معقوله؟ طبعا هو قال ما كان راضي على الكليب. زين هو ليش لعد انطى الكلام؟ الكليب كان اخراج جاسم حنون، من اهم المخرجين بالعراق، يعني اللي هو اصلا يعني هسه يعني خارج العراق، بس هو اسم له تاريخ يعني. فهو كان موجود من ضمن لما كنت اصور، هو كان موجود يعني من ضمن. كان معترض ولا لا؟ ابدا، تفاجئت ثاني بالموضوع بعدين انه معترض، ما ادري شلون انصدمت. يمكن النتيجه النهائيه ما عجبته. خلص هذا الشيء خلص. انا سمعت بال اي يمكن كان سامر سعيد موجود بال يعني من ضمن انه اجى، فمن ضمن الصدفه يعني شاف. بس حقا يندم داليا، انت نفسك ندمتي على الاغنيه؟ لا اني ندمت لان صوتي ما حلو. ما ندمت على اغنيه، الاغنيه كانت حلوه انا اشوفها، وما كنت متقصده بيها شيء، كانت اهداء للمنتخب الوطني وعادي يعني. ومن بعدها قاموا طلعوا من بعدك ما ربحنا، من بعدك جبنا نخسر. انا ايش علي؟ انا ايش علي بهذا الموضوع؟ حتى بهاي يخلون انه سبحان الله. ممكن ترجعين تغنين من جديد؟ لا مستحيل مستحيل. طبعا اكو شركه مال انتاج قالت لي انه هاي امور الاحتكار وشيء، ممكن انه تصورين لهذا. قلت لهم لا يعني مستحيل هذا الموضوع ما يصير، وشركه مهمه يعني. زدتي انت حفلات بعد هاي الاغنيه؟ لا 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 ابدا، ما فكره لا لا ابدا. هي رياضيه يعني، شرد اغني لهم للعالم رياضي. يعني احنا اليوم سهره رمضانيه، احنا بدنا نسمع هيك شيء بسيط. لا لا ما احب، صوتي ما حلو انا اصلا، صار يعني ما عندي انه نهايه بعد هذا الموضوع. سديتي صفحتك. توبه توبه.